والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. والشهادة هنا يعني صعبة المنال، صعبة أن تكون في عددها وكيفيتها، وهذا الأمر يصعب التفصيل فيه، في كيفيتها وفي عددها. عددها قال الله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. قال الله بعدها فاجلدوهم 80 جلدة، هذا حد، فاجلدوهم 80 جلدة. لو أن رجلا مملوكا قذف رجلا كم يجلد؟ كم يجلد؟ رحم الله امرأ انتهى إلى ما علم. يقول بعض العلماء وهذا مرجوح يجلد 40. قلنا لماذا 40؟ قال لأن الله قال في حق الجواري فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. واضح؟ واضح الآن؟ قالوا هذه مثلها، هل هي مثلها؟ أنا أسألكم لماذا ليس مثلها؟ لما عياذا بالله أحد يزني هذا انتهك ما بينه وبين الله، لكن عندما يأتي أحد ويرمي أحد هذا انتهك ما بينه وبين المسلم. الآن هذه جناية ليست فاحشة، هذا ماذا؟ جناية على هيئة فاحشة. واضح؟ فالجنايات غير مسألة أنه ينتهك ما بينه وبين الله. واضح؟ فهذا ليس مثل هذا، هذه جناية. فإن الإنسان الذي قذف يتضرر مثل لو قذفه أي واحد. واضح الآن؟ فهذه جناية عليه، فلا ينتصف الجلد هنا، يبقى كما هو 80، هذا أرجح وإن قال بالأول بعض أهل العلم. قال الله فاجلدوهم 80 جلدة، جلدة من حيث اللغة تمييز، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ثم قال الله وأولئك هم الفاسقون. إذن كم حكم؟ 3، يحكم عليه بالفسق ولا تقبل له شهادة أبدا ويجلد 80 جلدة